في الدرس ده ان شاء الله، وده اخر درس في الكورس، هنتعلم ازاي افتح حساب على نيم درايف. ونيم درايف هي الشركة اللي في الاخر هتقدم لنا خدمة الباركينج، وهي الشركة اللي في الاخر هتدفع لنا الفلوس. دلوقتي هنضغط على الرابط الموجود تحت قطعة الفيديو عشان يفتح لنا موقع نيم درايف. بعد ما الموقع يفتح هنبتدي اول عملية، وهي عملية التسجيل وفتح الحساب. هنضغط على ساين اب ناو. بعد ما ضغطنا على ساين اب ناو هيفتح لنا صفحة التسجيل نفسها. اول حاجة هنكتبها الايميل ادرس بتاعنا. هتكتب الايميل بتاعك هنا اللي انت بعد كده هتقدر تدخل بيه وبالباسورد على الاكونت بتاعك. هتكتب الايميل مرة تانية، بعد كده هتكتب الباسورد، وهتكتب الباسورد مرة تانية للتأكيد. يبقى هنكتب الايميل ونكتبه مرة تانية، ونكتب الباسورد، بعد كده نكتب الباسورد مرة تانية. هندخل بعد كده على الجزء اللي بعد كده، هنخليها individual زي ما هو مختارها، وبعد كده النيك نيم هتختار اي اسم، وليكن اسم شركتك، اسمك انا مثلا وليكن ممكن اختارها لسم زشير. بعد كده الفيرست نيم بتكتب اسمك الاول هنا، وبعد كده اللاست نيم بتكتب اسم الوالد. الكومباني لو انت شركة، لو انت مش شركة ما تكتبش حاجة. اللي قدامه علامة استريك احمر، ده فيلد يعني لازم املى الداتا اللي فيه. واللي قدامه فاضي ما قداموش حاجة ممكن اكتبه ممكن لا. التاكس اي دي طبعا اسيبها فاضية. الادرس طبعا لازم اكتبه علشان قدامه استريك احمر. بتكتب هنا عنوانك، لو عنوانك طويل شوية بتكتب الباقي في السطر التاني ادرس تو. بعد كده سيتي بتكتب المدينة، بتكتب المحافظة اللي انت منها، وبعد كده بتكتب الزيب كود او صندوق البريد بتاعك، رقم مكون من 5 ارقام. بعد كده بتختار الدولة، هو طبعا بيختار لك الدولة على طول مجرد ما انت دخلت من مصر، فهو بيختار لك اوتوماتيك مصر. بعد كده الكونتاكت التليفون بتاعك بتكتب وليكن رقم موبايلك او رقم البيت، بتكتب هنا رقم التليفون اللي دايما بيبقى معاك او قريب منك. بعد كده بتختار اللغة، طبعا يفضل الانجليزية لان مفيش هنا اللغة العربية، ودي بتسيبها زي ما هي مفيش اي مشكلة. وبعد كده بتدخل على اهم حاجة، هيدفع لك ازاي، طريقة الدفع. طبعا هو عنده هنا 3 طرق دفع، انا شخصيا بفضل البنك واير. اول طريقة دفع البيبال، واغلبنا ما عندوش بيبال. لو انت عندك بيبال وعايز تاخد الفلوس على البيبال تشتري بها حاجة من على النت مفيش مشاكل، ممكن تاخد البيبال بتاعك عادي. او البنك واير لو انت عايز يبعت لك الفلوس على حسابك في البنك، وده اللي انا شخصيا مختارها افضل واسرع طريقة لاستقبال الفلوس، حسابك في البنك. بتختار البنك واير او الويب ماني لو انت عندك اكاونت على شركة ويب ماني. طبعا يفضل البنك واير، ده اللي انا مختارها نفسي. لما بتضغط وتختار البنك واير بيبتدي ان هو يديك مكان تكتب فيه بيانات حسابك في البنك. اول حاجة الاكاونت اونر، طبعا هو البنك كانتري، طبعا بيبقى حساب بنكك في مصر. البنك اونر اسمك، بتكتب اسمك هنا او اسم صاحب الحساب. ممكن انت تفتح اكاونت والفلوس تروح على اخوك مثلا او على واحد صاحبك، بس طبعا اغلبنا هيكون هيساب الفلوس على اسمه هو، بتكتب اسمك هنا. الايبان بتكتب رقم حسابك في البنك. السويفت بتسأل البنك عن السويفت كود، كل بنك ليه كود عالمي ما بيتكررش اسمه السويفت كود. لو انت عارف السويفت كود بتاع البنك بتاعك بتكتبه، لو انت مش عارف السويفت كود بتاع البنك بتاعك بتسأل البنك. انا مثلا السويفت كود بتاعي ان اس جي بي اي جي سي اكس. اي واحد دافع، اي واحد فاتح حساب في ان اس جي بي بيبقى السويفت كود بتاعه، دي المعلومة ليكم يعني، ان اس جي بي اي جي سي اكس، ده السويفت كود بتاع ان اس جي بي. بعد كده البنك نيم، اسم البنك وليكن ان اس جي بي. المدينة انا مثلا فاتح في فرع الجيزة. الستيت بعد كده بتكتب المدينة برضو. الزيب كود انا فاتح مثلا في فرع مراد، فده عنوان وبيانات فرع مراد. بتكتب هنا الرقم البريدي لفرع البنك اللي انت فاتح فيه، ودي بيانات مهمة جدا، بيانات البنك يا جماعة، ده اللي في الاخر هتستقبل انت عليه الفلوس. اخر حاجة بضغط علامة صح هنا، بعمل اجري يعني ان انا موافق على الاتفاقية بتاعتك، وبضغط سيف اند كونتينيو. مجرد ما ضغطت سيف اند كونتينيو بيدخلني على الصفحة اللي بعدها، وبيقول لي ان هو بعت لي كونفيرميشن ايميل على الايميل بتاع اللي انا سجلت بيه علشان اكتب الحساب وافعله. هدخل دلوقتي على الايميل بتاعي، هلاقي رسالتين وصلوني من نيم درايف تيم، واحده اسمها ويلكم تو ان دي اكس ماركت، والتاني ثانك يو. هضغط على ثانك يو فور ساينينج اب علشان
اضغط على الرابط علشان افعل الحساب بتاعي. بضغط على رابط تفعيل الحساب بتاعي عشان الحساب بتاعي اتفعل. مجرد ما ضغطت عليه بيدخلني على صفحة الاكونت بتاعي. دي صفحة الاكونت بتاعي الخاصة بموقع نيم درايف. بعد كده هنتعلم ازاي احط الدومين نيم بتاعي، ازاي اضيف دومين نيم لنيم درايف علشان يتعمل له باركينج، سواء كان الدومين ده انا حجزته من 1&1 او حجزته من باي 1 هوست. وليكن مثلا هضغط على اد نيو دومينز، اد نيو دومينز علشان اقدر احط دومينات، واكتب هنا سواء الدومين او اكتر. لو انا عندي اكتر من دومين ممكن اكتبهم تحت بعض، يعني اكتب دومين وانتر ودومين وانتر وهكذا، وبعد كده بكتب سيف اند كونتينيو. مثلا انا هحط احلى بلوج دوت نت، ده الدومين بتاع اللي انا واخده من واي من 1&1، وبعد كده بقول له سيف اند كونتينيو. كده بالفعل اضاف لي الدومين نيم بتاعي اللي هو اسمه احلى بلوج دوت نت. وبعد كده ممكن ان انا اختار الكاتيجوري بتاعه، وليكن مثلا احلى بلوج ده حاجه بتتكلم على الانترنت، فانا ممكن اختاره تحت انترنت مثلا. وبعد كده انترنت ده بيتكلم عن البلوجات، وليكن مثلا هخليه انترنت بيزنس مثلا. وبعد كده التايب بتاعه هخليه وان كليك، الكيورد بتاعه مثلا هكتبه انترنت. وبعد كده سيف. كده انا بالفعل اضفت الدومين نيم بتاعي، وبعد وقت قصير الباركينج بتاعي او الدومين نيم بتاعي هيتعمل باركينج وهيتعرض عليه اعلانات خاصة بنيم درايف. كل زائر هيضغط على رابط من رابط الاعلانات بتاعتي او اللي موجودة على الدومين نيم اللي انا عامل له باركينج هيتحسب لي مبلغ معين. هنا في اوبشن كمان لو انا عايز ابيع الدومين بتاعي، او بمعنى اصح اعرض الدومين للبيع. طبعا الدومينز دي حاجة قيمة جدا، مش عايز اقول لكم مثلا ان دومين بيتزا دوت كوم اتباع بمليون و200 الف دولار، تشاينيز دوت كوم اتباع من حوالي سنة ونص باكتر من 800 الف دولار. صاحب فيسبوك نفسه ساعة اشترى دومين نيم بتاع فيسبوك اشتراه ب200 الف دولار. طبعا الدومينات دي كويسة جدا، انا شخصيا في تجربة بعت قبل كده 2 دومين نيمز، بعت واحد ب1900 دولار وبعت دومين نيم تاني ب2500 جنيه استرليني. طبعا انت بتقدر انك انت تحدد السعر اللي انت طالبه في الدومين نيم ده والعملة، يعني مثلا العملة الافتراضية يو اس دولار، او ممكن باليورو او بالجنيه استرليني زي ما انت عايز، ولكن هنخليها بالدولار. المينيمم اوفر بتاعك بقول على الاقل انا مش هبيع الدومين ده اقل من 1000 دولار. وباي ناو ممكن ان انا احط له سعر، مثلا لو واحد عايز يشتريه دلوقتي وليكن 900 دولار، لو انت جد شريته دلوقتي ممكن ابيعه لك ب 900 دولار، انما لو بتتكلم على اوفر عرض لا اقل حاجه 1000 دولار. تمام. وبعد كده بختار بارك اند سيل، يعني انا هعمل الدومين ده باركينج وفي نفس الوقت هعرضه للبيع. اعمل صح تحت بارك اند سيل واضغط على سيف اند كونتينيو علشان يسيف الدومين نيم ده ويتحط فعلا في الليست عنده كدومين نيم ينفع للباركينج او يتعمل عليه باركينج، وفي نفس الوقت هو معروض للبيع يمكن يجي لي عرض كويس. كل ما اختار دومين كويس اتوقع ان ممكن ان شاء الله يتباع. ومن اظرف الحاجات بصراحة، يعني مش عارف ان كان الشخص ده سمعني دلوقتي او لا او هيشوف الكورس ده او لا، واحد اتصل بيا في الكورس اللي فات او في الجزء الاول وقال ان هو بالفعل اشترك وعمل باركنج على دومين وحطه فعلا للبيع وجاي له عرض 5000 دولار، فبيسألني ابيع ولا ما بيعش. قلت له لا بيع، هو فعلا كان شاري دومين مميز، فبيسألني هل ابيع او ما بيعش. قلت له لا بيع، ال 5000 دولار مبلغ كويس جدا، بيع واشتري دومين تاني واعمل بارك تاني. اتمنى ان حد فيكم او اتمنى كلكم طبعا الموضوع ينجح معاكم وتعملوا باركنج وتكسبوا من الباركنج، واتمنى ان بعض منكم الدومينات بتاعته فعلا تتباع، وياريت تتباع طبعا باسعار كويسة. اتمنى لكم كل خير، واتمنى لكم انكم تستفادوا وتفتحوا باب رزق وباب شغل ليكم من البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.